في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن بالغ تشرفي وفخري بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي والبحثي المقام في الصرح العريق المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. الشرف والفخر نابعين من أن المؤتمر جزء من احتفال بمرور 100 عام على ميلاد شخصية فريدة واستثنائية في تاريخنا المصري والكنس العريق. شخصية فريدة وقامة دينية ووطنية كبيرة قلما يجود الزمان بشخص مثله. اليوم بأكمله لا يكفي للحديث عنه وعن مدى أبوته ومحبته وحفاظه على أبنائه وعلى الكنيسة ودفاعه عن الإيمان المستقيم ضد أي انحراف. هو العظيم في البطارقة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، اللي بعد عشرات بعد العديد من السنوات من نياحته بمجرد ذكر اسمه بيمر قدام عيوننا شريط ذكريات عنوانه الرئيسي الأبوة الخالصة والرعاية الحقيقية والوطنية المجردة. برحب بحضراتكم واسمحوا لي أن نبدأ فعاليات مؤتمرنا العلمي والبحثي المقام اليوم وغدا بكلمة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا، أرحب بكم في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي باسم أبينا صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، وأرحب بأخي صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أغابيوس الذي جاء خصيصا من دير مواس ليشاركنا هذه الندوة العلمية التي تنعقد في مئوية ميلاد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، هذا البطريرك الذي أطلق عليه ذهبي فم القرن العشرين وسماه البعض باسم بابا العرب، فهو البطريرك 17 بعد 100 من بابوات الكرازة المرقسية. عاش بقلبه الكبير يحتوي الكل صغارا وكبارا، له عقل اتسع لكثير من العلوم في المعرفة والثقافة والفكر، فأصبح الكاتب والمفكر والشاعر الذي أثر قلوب قرائه وأفكارهم بسلاسة أسلوبه وبساطته التي لا تخلو من عمق. منحه الله شخصية متفردة تركت آثارا لا تمحى من ذاكرة كل من تعامل معه، وأقول هذا لا في مصر فحسب بل في كل بلد زاره، فصار محل محبة واحترام وتقدير من قادة العالم، حتى أطلق على اسم كنيسة الأسكندرية كنيسة البابا شنودة الثالث. ولد في قرية سلام بأسيوط في 3 أغسطس 1923، وتنقل مع شقيقه الأكبر الأستاذ روفائيل في عدد من المدن منها دمنهور والأسكندرية وأسيوط وبنها، وفي خلال تلك المدة اجتاز مراحله التعليمية الأولى. قضى المرحلة الثانوية في محافظة القاهرة
والتحق بمدرسة الإيمان السنوية بجزيرة بدران بشبرا مصر، ثم دخل القسم الأدبي بمدرسة راغب مرجان بالفجالة، والتحق بالكلية الإكليريكية عام 1946 وتخرج فيها سنة 1949، وكان ترتيبه الأول بين أقرانه، ودرس بها في السنة التالية، ثم حصل على ليسانس التاريخ في كلية الآداب جامعة فؤاد الأول التي سميت فيما بعد بجامعة القاهرة سنة 1947. تخرج في كلية الضباط الاحتياط في السنة نفسها، وكان أول الخريجين في هذه الكلية، فتعلم الالتزام ومحبة الوطن التي سرت في دمه. وبعد تخرجه عمل بمجال التدريس حتى عام 1949، ثم تكرس للخدمة والتدريس بالكلية الإكليريكية. صار راهباً في دير السيدة العذراء بوادي النطرون المعروف بالسريان، وسيمى باسم الراهب أنطونيوس السرياني في عهد المتنيح مثلث الرحمات الأنبا توفيلس في 18 يوليو 1954، واشتاقت نفسه لحياة الوحدة، فأقام بمغارة تبعد عن الدير حوالي 3.5 كيلومتر، وانتقل إلى مغارة أخرى أبعد حوالي 12 كيلومتر تقريبا. اختاره البابا كيرلس السادس البطريرك 116 ليكون سكرتيرا له، ولم يستمر وترك البطريركية وعاد إلى مغارته، فاستدعاه بحيلة ورسم أسقفا عاما للتعليم والمعاهد الدينية والتربية الكنسية باسم أنبا شنودة في 30/9/1962، ليصبح أول أسقف عام على مسؤولية كبيرة هي مسؤولية التعليم الكنسي. اختارته العناية الإلهية ليصبح بطريركا للكرازة المرقسية، ويجلس على كرسي ماري مرقس الرسول في 14 نوفمبر 1971، وظل يرعى شعبه بأمانة حتى نياحته في 17 مارس 2012. وقد وهبه الله كثيرا من المواهب، له مقدرة غير عادية على الحفظ، وهو في الصف الرابع الابتدائي اشترك في مسابقة لحفظ المزامير، وحفظ المزمور 19 وهو من المزامير الطويلة، وفاز في هذه الجائزة ومنح إنجيلا مذهبا. كان يستهوي قراءة الشعر وحفظ الكثير منه ونظمه على الرغم من حداثته. كانت السنوات من 1946 حتى 1962 هي أكثر كثافة لإنتاجه الشعري، فكتب حوالي 25 قصيدة روحية ومئات من الأبيات. بدأ كتاباته ونشرها في مجلة الحق، وبدأ يكتب قصائد ومقالات روحية بمجلة مدارس الأحد، وأصدر العدد الأول من مجلة الكرازة المعروفة حتى الآن، وظل يرأس تحريرها مدة 47 عاما. وبدأ يكتب في هذه المجلة من عام 1965. كتب العديد من المقالات في الجرائد القومية وفي المجلات، وله إنتاج فكري
وصل إلى ما يزيد عن 140 كتاباً صدرت في عهده، وما زالت تنشر الكتب للبقية من مقالاته التي لم تنشر، وترجم منها كثير إلى ما يزيد عن 12 لغة. الحقيقة لا يسعني الوقت أن أتحدث عن البابا الإنسان، فهو الذي احتمل هموم الآخرين وحل مشكلاتهم، لأنه كان أبا حانيا يهتم بأبنائه داخل مصر وفي كل مكان بالعالم. اهتم بالفقراء والمحتاجين، وأقول أكثر، أولاهم اهتماما خاصا وعناية فائقة حتى في أشد حالات مرضه، واضعا نصب عينيه راحة الآخرين ولو على حساب راحته الشخصية. أحتاج إلى ساعات طوال بل إلى أيام إن حاولت أن أخوض في محبته الفائقة للوطن، الذي كان يردد دائماً: مصر ليست وطنٌ يعيش فيه أو نعيش فيه، بل وطناً يعيش فينا. انطلقت سيرته العطرة في كل مكان، فاستقبل بكل حفاوة وتقدير من رؤساء العالم وملوكه، ونال العديد من الجوائز الدولية، منها أعلى وسام في أثيوبيا وشاح سليمان الأكبر، وقد أعطاه له الإمبراطور هيلا سلاسي، وأخذ جائزة للتسامح من منظمة اليونسكو، وجائزة أفضل واعظ مسيحي على مستوى العالم من مؤسسة براونينج الأمريكية، وجائزة حقوق الإنسان من ليبيا، ووسام دولة المجر ووشاح من رئيسها، وأخذ جوائز من ألمانيا للسلام، ووسام الصليب الأكبر للقديس أغناطيوس من الكنيسة السريانية، وجائزة ألماس من مؤسسة الكاردينال كينج الكاثوليكية في فيينا بالنمسا، ومنحته الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمجر ما يزيد عن 9 شهادات دكتوراه فخرية. إن البابا الشنودة الثالث سيظل أيقونة قبطية مصرية حية نابضة في ذاكرة التاريخ كل الأزمان. إنه الغائب الحاضر الموجود في قلوب كل من عرفوه، والموجود في كل من سمع عنه أو قرأ عنه. إنه البابا شنودة الثالث الذي نحتفل في هذه المناسبة بمرور 100 عام على ميلاده، فهو عاش في هذا الوطن، كرمه الوطن وأحب هذا الوطن، وفي هذه المناسبة أشكر كل الذين كانت لهم الفكرة في إحياء هذه الاحتفالية، واللجان المنظمة واللجان العلمية وكل من اشترك في أبحاث لكي نتمتع ونتذكر هذا البطريرك العملاق الذي قلما أن يجود الزمن بمثله. وأشكركم جميعا لحضوركم. شكرا لأبينا الحبيب الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. كلمات مؤثرة ومعبرة عن ابن بار بأبي وأبينا جميعا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة. كانت كلمة سيدنا اليافطي الأنبا أرميا هي مرور على حياة قداسة البابا شنودة منذ ولادته إلى وقت رحيله، وكانت رحلة مليئة وزاخرة. قداسة البابا له قصيدة بعنوان آدم وحواء أو جنة عدن،
هي كتبت في 1954 وكانت من أوائل القصائد. وكنت لسه النهاردة وأنا جاية بسمع عن مقولات من قداسة البابا ولقيت حد بيسأله هل ممكن نلحن القصائد دي وتترنم؟ قال أنا يوم ما كتبت القصائد دي لم يكن في ذهني لحظة ولا لحظة إنها ممكن تتلحن وتبقى ترانيم. فخلينا نسمع الجزء الأول من جنة عدن ونكمل بعدها جلسات مؤتمرنا. تنشط أيها الفهد وسر في الأرض
قل يا صاحبي معنا تعالى الله مولانا تعالى الله مولانا وأبوك حيث ما كان تعالى الله مولانا وأبوك حيث ما كان تعالى الله مولانا وأبوك حيث ما كان ملأنا الجو تمجيدا وترتيلا الأسد والصيح بالصوت رننا وسبح ربنا العلي ورتب لحن نجوانا وقل يا صاحبي أيضا تعالى الله وليس مفضلا عنه
أوعيد من إلهي
أمين الحية وعد ليس مجدا بل هلاك. كيف في العصيان مجد؟ سلطانك في الجنة قد ولى.